والنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات يأتي إليه رجل بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو صفوان ابن أمية بن خلف في فتح حنين، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد هذا الوادي من الغنم يا صفوان؟ قال: نعم. قال: هو لك. يجي أبو سفيان فيقول: أتريد هذا الوادي؟ 100. قال: نعم. قال: هو لك. قال: ولابن يزيد، يزيد ابن أبي سفيان. قال: وله مثل ذلك. حتى إن الصحابة من الأنصار عند البخاري القصة بطولها ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيجلس عند أهل مكة ولن يرجع معه، فقالوا: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهله إلا رق لهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فنقل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجمعوهم لي ولا يدخل معهم غيرهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، إنما قالها حدثاؤنا. شوف الأدب. أما الأكابر إن ما قلنا. قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به؟ قالوا: لله ورسوله المن والفضل، الله ورسوله أمن. قال: ألم تكن عالة فأغناكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن، لله ورسوله المن والفضل. قال: ألم تكونوا فقراء فأغنى وأخذ متفرقين فجمعكم الله به؟ ثم قال: يا معشر الأنصار، أرى تردون علي مقالتي؟ حوار في منتهى الرقي سبحان الله. قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: والله لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا فقيرا فأغنينا، وواسيناك بأموالنا ونصرناك. قال: يا معشر الأنصار، أنتم شعار والناس دثار. الفرق بين الشعار والدثار: الشعار ما يكون من شعر البدن، يعني الملابس إيش؟ الداخلية، والدثار ما يكون أعلاها. قال: أنتم شعار والناس دثار، لو سلك الناس مسلكا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الحياة حياتكم والممات مماتكم، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: وجدتم علي من لعاعة من الدنيا، واللعاعة هي القطرات الأخيرة التي تكون في الإناء، تسمى اللعاعة، آخر قطرات في الإناء بعد أن تشربه تماما يسمى إيش؟ لعاعة، يعني لا قيمة له. أعطيتها أناس لأتألفهم بها، ووكلتكم إلى إيمانكم، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير؟ خلي اللي بغى خد 100 200، وغنموا في حنين غنائم لم يغنموها قط في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتذهبون برسول الله تحوزونه في رحالكم. قالوا: رضينا برسول الله حظا وقسما ونصيبا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.